هاي بنتك راحت فين؟ ده من اللي بيعمل فضيحه مظهر. مفيش اكل جعان جعان يا اخوان. معلش الحركه دي غير ارنولد شوازنيجر مره واحده في الفيلم اللي ما نزلش. ومستعجله كده ليه قوي؟ ما تيجي تحطه في عيني، حطه في عيني. خلي النور هنا. سيد زيان الان النجم المشهور المعروف، الفلوس قد كده في البنك؟ لا ما بحطش في البنك. فلوس قد كده في الخزنه في البيت؟ ولا عندي خزنه. فلوس قد كده تحت البلاطه؟ ولا عندي بلاطه، عندي فلوس سيراميك. قد كده اتصرف فيها احطها فين؟ فلوس لا. قد كده ولا مش قد كده؟ يعني مش ضيق ايدك شويه. ضيق ايدك بس فلوس مش قد. انا انا اعرف شخصيا ان الفلوس من الفن مش قد كده، لكن انت ليك مشروعات اخرى، لانك انا اعرف انك بتصرف على الفن اكتر